السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد اليوم سوف نتحدث عن فوائد النعناع. يعتبر النعناع دواء منشط للقلب والدورة الدموية إذا شرب كالشاي بانتظام، كما أنه ملين للمعدة والأمعاء، ومضغه يخفف من آلام الأسنان ويزيل رائحة الفم. للقضاء أيضا يستخدم النعناع للقضاء على حموضة المعدة، يشرب كأس مغلي من النعناع دون إضافة السكر. يتم استخراج خلاصة من ورق النعناع، ثبت فائدتها في تهدئة الجهاز العصبي ومكافحة آفات المعدة والجهاز الهضمي، والتخفيف من الخفقان والضعف العام وضرد الديدان من الأمعاء والتخفيف من المغص. النعناع يريح الأمعاء من الغازات ويقوي عمل الكبد والبنكرياس ويسكن السعال ويسكن السعال المستعصي ويهدئ الأعصاب وحالات الغضب، وهو مزيل للأرق ومضر للبول، كما أنه هاضم جيد للطعام. ثبت بأن النعناع يعمل على تخفيف التشنجات المعوية، كما يساعد على إفراز العصارات المعوية الهاضمة، لذا يستحب تناوله بعد الوجبات الغذائية ليساعد على الهضم. النعناع يدخل في تركيب بعض المراهم الطبية المستخدمة لعلاج الأمراض، ويساعد من تخفيف آلام الأقدام إذا وضع في الماء الساخن قبل الغطس، قبل تغطيس القدمين فيه. ثبت أن النعناع مساعد أكيد في توسيع الشعب الهوائية في حالة الإصابة بنزلات البرد، لذا ينصح باستخدامه في علاج الزكام الحاد. وآخر آخر آخر كلامنا قبل إغلاق هذا الفيديو، الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس. تحية طيبة وبعد نسأل الله أن يتم الفائدة والقبول إن شاء الله.